مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في المصدر أونلاين، محافظ شبوة يطالب الرئيس هادي بتفكيك معسكر تديره الإمارات بالمحافظة. وفي صحيفة العربية الجديد، بسبب الحرب الدمار يطال جوانب الحياة الثقافية في اليمن. ومن الأخبار المنوعة، على يد زوجها مقتل لص حاول سرقة منزل نانسي عجرم. غادر محافظته لطلب العلم في العاصمة المؤقتة عدن، لكن روحه غادرت الحياة. أما تفاصيل ما حدث فيقول موقع المصدر أونلاين إن الشاب حسن عطية قتل برصاص قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن. وقالت المصادر للمصدر أونلاين إن قوة أمنية تابعة للحزام الأمني داهمت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حوشا للمعدات الثقيلة في مديرية الشيخ عثمان بحجة وجود بلاغ بوجود إرهابيين في الحوش. وأوضحت المصادر أن عمالا في الحوش فتحوا بوابته الرئيسية ودخلت سيارتان تابعتان للحزام الأمني للتفتيش بحجة بلاغ عن تواجد إرهابيين. وأثناء حديثهم مع العاملين خرج الشاب حسن عطية من إحدى الكنتيرات متوجها إلى الجنود للتفاهم معهم، إلا أن مسلحي الانتقالي باشروا بإطلاق النار بشكل مباشر على الشاب حسن وأردوه قتيلا قبل أن يصل إليهم، وأخذوا جثته وغادروا المكان بعد قيامهم بالتفتيش. وبحسب المصادر فالشاب حسن هو طالب في كلية الحقوق بجامعة عدن ويسكن ويعمل لدى عمه تاجر معدات ثقيلة، وقد تكون حادثة مقتله على خلفية انتمائه للمحافظة الشمالية. جثة الشاب المأربي موجودة في ثلاجة أحد المستشفيات بعدن، فيما لم يصدر أي توضيح أو بيان من الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي حول ملابسات الحادثة. نطالع بقالات الرأي في الشأن المحلي والعربي والدولي، ونبدأ بالشأن المحلي في مقال بعنوان مفارقات ومآلات الربيع العربي في اليمن وسواها، الكاتب عبد الوهاب عمران في الموقع بوست. من ضمن مفارقات تداعيات الربيع العربي في نسخته اليمنية بأن البؤر الساخنة في المنطقة تختلف عن الحالة اليمنية، فما حدث غداة خروج الرئيس السابق فقط تبادل أدوار في الدولة العميقة نفسها التي انقسمت بين الداخل والخارج، مع إضافة دخول مكون جديد في المشهد كقوة صاعدة عسكريا وعاجزة سياسيا ومؤدلجة مذهبيا، الأمر الذي دعا خصوم الأمس ليصبحوا حلفاء اليوم والعكس صحيح. ثم بعد عامين من عاصفة العجز بدأ تبلور مكون جديد آخر في الجنوب يتزعم انقلابا جديدا مستحدثا وبإسناد التحالف نفسه لليمني خصوصيته، ويشبه النموذج السوري في حدة تكالب القوى المتصارعة، ولكنه مختلف من حيث قوة حليف الشرعية في سوريا، بينما حليف شرعية اليمن متخاذل ومتآمر وضعيف وجبان، ويشبه النموذج الليبي فقط في النزعة القبلية وتداخل الدين بالسياسة، ويختلف أنه لا وجود لصراع طائفي في ليبيا ولا تأثير لإيران على غرار العواصم الأربع، لكنه يختلف عن الحالة اليمنية أن شرعية ليبيا تقارع خصومها في عقر دارها ولم تهرب خارج الحدود، وكان لها حق حرية تغيير الحلفاء فاستعانت بتركيا، وقد يقلب الموازين في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. نموذج تداعيات محاولات التغيير في الحالة اليمنية لا يشبه الحالة العراقية، فنفوذ إيران في العراق يعادله نفوذ دول الخليج ولا سيما السعودية في اليمن. العراق مجاور لإيران بينما اليمن مجاور للسعودية، وكل الأطراف المتصارعة في المشهد العراقي تحت عباءة آية الله، في حين أطراف المشهد اليمني تحت عباءة الرياض. تماهت مآلات الربيع العربي في نسختيه اليمنية والليبية وغيرهما، لكن ما يجمعهما تواطؤ وتآمر الجوار والإقليم من جهة، ومهادنة المجتمع الدولي ونفاق الأمم المتحدة عبر المبعوث الدولي لأي بؤرة.
طالب محافظ شبوة محمد صالح بن عدو الرئيس هادي بحسب موقع بوست بتفكيك معسكر العلم الذي تسيطر عليه القوات الإماراتية. وأكد بن عدو في رسالة بعثها إلى الرئيس هادي أن معسكر العلم لا يقوم بأي دور يخدم أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بل تحول لوكر للمطلوبين أمنياً. كما طلب بن عدو الرئيس هادي بتشكيل لجنة مشتركة من التحالف والشرعية للتفتيش عن المطلوبين وتسليمهم إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم. وشدد بن عدو على ضرورة إلزام الإمارات بتفكيك المعسكر كونه يتواجد بمنطقة نفطية بين القطاع 52 والقطاع 54 ناهيك عن إيواء ودعم المتمردين على الشرعية. وفي نهاية ديسمبر الماضي أوقفت وساطة سعودية هجوما لقوات الحكومة الشرعية على معسكر العلم، وتوصلت الوساطة إلى تسليم المعسكر للقوات السعودية ومغادرة كل الجنود الإماراتيين وتسليم المطلوبين أمنياً لمحاكمتهم. في مجتمع ذكوري محافظ تهيمن عليه تقاليد اجتماعية صارمة، كما قال موقع المشاهد نت، تعد أحلام السياغي وهي لاعبة فروسية سابقة واحدة من الفتيات والنساء القلائل في اليمن اللواتي اقتحمن مجال الرياضة، لكن أحلام لم تكن تتوقع أن تعرضها لإصابة بالغة أثناء بروفة تدريبية سيدفعها إلى ترك هذه الرياضة بعد اكتشافها مدى التجاهل الرسمي لها. تقول السياغي: كنت أول فارسة يمنية تدخل هذا المجال وتكسر حكر الرجال للفروسية، وقدمت الكثير من الإنجازات والبطولات لرياضة الفروسية، لكن في إحدى البطولات سقطت بشكل مفاجئ من الخيل أثناء البروفات، نتج عن ذلك شرخ في الحوض وتأذت فقرتان من العمود الفقري. كنت بحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج، لكني لم أجد أي مساعدة من أي أحد بشكل رسمي، وهذا ما جعلني أنسحب من هذه الرياضة وأتوجه نحو الدراسة والعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون. مجال الرياضة في اليمن كان ولا يزال في كثير من أنشطته حكراً على الرجال، بينما تواجه الرياضة النسائية إهمالاً حكومياً ونظرة مجتمعية قاصرة. نطالع في صحيفة الشرق الأوسط مقالاً بعنوان سليماني ومقتل الخطوط الحمر للكاتب غسان شربل، وفيه يقول: للمرة الأولى منذ عقود لا مبالغة في القول إن الشرق الأوسط يقف على فوهة بركان. يتضح ذلك من خلال دعوات الثأر التي انطلقت من طهران وبغداد وبيروت، كلام غير مسبوق في حدته يدعو إلى استهداف الوجود الأمريكي في المنطقة، ويشكل إطلاق معركة إخراج أمريكا من العراق الحلقة الأولى منه. أقصى المواجهات هي تلك التي يصعب على طرفيها التراجع. لا تستطيع إيران التراجع عن الثأر لسليماني، اغتياله أصاب هيبتها بجرح، خصوصا أن الرجل كان حارس الخيوط المعقدة التي نسجها بصبر وعناد من أفغانستان إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا واليمن ومسارح أخرى. كان سليماني مهندس الاندفاعة الإيرانية الكبرى في الإقليم وحارس الدور الإيراني فيه، ولا مبالغة في هذا الكلام. لا ينتخب رئيس ولا تشكل حكومة في لبنان من دون موافقته، والأمر نفسه في العراق وكلمته في سوريا لا ترد. ويكفي التذكير بأنه حمل خرائط سوريا إلى سيد الكرملين وأقنعه بالتدخل في هذا البلد لإنقاذ النظام القائم فيه، وهو ما حصل. وبصواريخ سليماني وطائراته المسيرة يواصل الحوثيون لعب الدور الذي أوكل إليهم. وعلى الضفة الأخرى، لا تبدو أمريكا قادرة على التراجع، ذهبت بعيدا وقد تضطر إلى الذهاب أبعد. الأمر يتعلق أيضاً بهيبة أمريكا ومؤسستها العسكرية والأمنية وصورتها في المنطقة والعالم، من دون أن ننسى مصالحها. ويتعلق الأمر أيضاً بصورة رئيس في الطريق إلى انتخابات. بإصداره الأمر بقتل سليماني، اتخذ دونالد ترامب قراراً أصعب بكثير من ذلك الذي اتخذه بقتل زعيم داعش، أو القرار الذي اتخذه سلفه باراك أوباما بقتل زعيم القاعدة. أغلب الظن أن إيران أساءت تقدير قدرة ترامب على اتخاذ قرارات أمنية صعبة، خصوصاً بعدما ظهر أنه يفضل العقوبات الاقتصادية على الضربات العسكرية. وربما كان سليماني نفسه يعد سلامته خطاً أحمر لا يجرؤ أحد على اجتيازه والمغامرة بحرب
فوجئ الجميع بقتل سليماني. يمكن القول إن الخطوط الحمر قتلت معه. بداية شديدة السخونة لصفحة جديدة وسنة جديدة في الشرق الأوسط الرهيب. لا يمكن الحديث عن المشهد الثقافي في اليمن دون ربطه بالحرب المستمرة منذ 5 سنوات. كما تقول صحيفة العربي الجديد، فقد طال الدمار جوانب الحياة الثقافية، واستمر إغلاق دور النشر وتوقف الصحف والمجلات وتهريب الآثار وقصف المتاحف ونهبها، وطال العبث أيضا المواقع الأثرية. متاحف اليمن مثلا لا تزال توصد أبوابها منذ بدء الحرب، بينما يظل مصير مقتنيات متحف تعز مجهولا بعد استلامها من جماعة أبو العباس التابعة للإمارات. وفي مجال المخطوطات، عثر في صنعاء القديمة في يوليو الماضي على قرابة 12 ألف مخطوطة داخل قبة العوسجة، نقلت بعد ذلك إلى دار المخطوطات. وبشكل عام لا تزال المخطوطات عرضة للإهمال والتهريب والتلف وسط غياب دور الحكومة المنشغلة بالحرب. في الوقت ذاته تستمر المعارك بين الأطراف الداخلية في مدينتي براقش وصرواح التاريخيتين بمأرب، مع استمرار العبث المعماري بالمدن التاريخية مثل صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد. الكاتب سمير الزبن يتحدث في صحيفة العربية الجديد عن محنة اللجوء، ويقول في جزء من مقاله: اللجوء يعني الاقتلاع. ليس الاقتلاع من أرض الوطن فحسب، بل هو اقتلاع من شبكة العلاقات الاجتماعية التي أنجزها المرء خلال عمره أيضا. هو اقتلاع من حياته التي عليه بناء بديل آخر عنها في بلاد اللجوء. قبل اللجوء يعتقد اللاجئ أنه فرد حر ومستقل، ويستطيع بوصفه فردا أن يغادر المكان الذي ولد فيه والتكيف مع الشروط الجديدة في البلد الجديد الذي لجأ إليه، لكنه يكتشف أنه يحمل معه تاريخه الشخصي والمجتمعي الثقيل، يحمل صلاته مع الجموع التي عاش وسطها وأصبحت جزءا من تكوينه الشخصي. هذا الفرد الذي يملك هوية واضحة في بلده هو ليس هو ذاته في مجتمع الآخرين، ومهما كانت مكانته الاجتماعية السابقة يتحول إلى نكرة في بلاد اللجوء. هذا الشعور بفقدان المكانة هو الإحساس الأول الذي يداهم اللاجئ في المنفى، حتى لو كان هذا المجتمع أفضل بالمعنى المعيشي للكلمة وأكثر حماية له من المكان الذي غادره. هناك شيء يموت في اللاجئ في المنفى، يحصل هذا بصرف النظر عن الشكل الذي يعامله فيه المجتمع المستقبل له، سواء عامله بشكل جيد أو سيء. وتتعمق غربته أيضا عندما يكتشف أن الكلمات المترجمة نفسها لا تؤدي الغرض نفسه، ولا المعنى ذاته، ولا السياق ذاته في لغته الأصلية وفي اللغة التي يستعيرها من منفاه ليتكيف مع الواقع الجديد الذي وجد نفسه فيه. اللجوء أنواع، فليس الذي يلجأ هربا من أوضاع اقتصادية مثل الذي يلجأ هربا من الحرب، وبذلك تتفاوت قسوة المنفى بتفاوت قسوة الظروف التي دفعت الشخص إلى أن يذهب على هذا الطريق. فمن اختار المنفى بإرادته ليس كمن وجد نفسه مدفوعا للهروب من موت يلاحقه، ومن هرب من مكان يستطيع العودة إليه ليس كمن هرب من مكان لا يستطيع العودة إليه. صحيفة الشرق الأوسط قالت إن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أصيبت بجرح طفيف بعد أن تعرضت فيلتها لمحاولة سرقة من قبل شاب دخل منزلها، فيما واجهه زوجها فادي الهاشم، ووقع إثر ذلك إطلاق نار أدى إلى مقتل السارق. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن محمد حسن الموسى مواليد عام 1989 دخل فجر الأحد ملثما إلى فيلا عجرم في منطقة نيو سيلا كسروان بقصد السرقة. المصادر أفادت بأن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل فيلا عجرم مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل وتابع سيره داخل المنزل. وتابعت الوكالة الرسمية اللبنانية أن السارق كان في طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات عجرم مهددا بقتل من يعترض طريقه، لكنه فوجئ بزوج المطربة فعمد الزوج إلى إشهار مسدسه في وجهه، وقع إطلاق النار بين الطرفين أدى إلى مقتل السارق على الفور.
وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، ولا تزال التحقيقات جارية. وكما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الهاشم تم إيقافه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية. احتفظت اليابانية كين تاناكا برقمها القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما أورد موقع دي دبليو، كأكبر شخص معمر في العالم باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 في دار للرعاية بفوكوكا في جنوب اليابان. وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة تي في كيو المحلية تاناكا وهي تحتفل بعيد ميلادها في حفل حضره العاملون في دار الرعاية وأصدقاؤها. وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه تأكد في العالم الماضي أن تاناكا هي أكبر معمرة على وجه الأرض ببلوغها عمر 116 عاماً و66 يوماً في 9 من آذار مارس. ويعد عمر تاناكا القياسي رمزاً للتنامي السريع لعدد السكان المعمرين في اليابان الذي يصاحبه انخفاض في معدل الإنجاب، مما يثير المخاوف بشأن تقلص القوى العاملة. هناك حرائق حدثت في غابات في استراليا بسبب العواصف الرعدية وتسببت بخسائر كبيرة وتهجير العديد من السكان. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت صورا لهذه المأساة، نتابع. في آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم اخترنا لكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير التي تعبر عن قضايا عديدة، نتابع. اخترنا لكم أخباراً وصوراً ورسوماً. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.